لا لا ما تشدوهاش واش دير تفضل ولا تحط لنا ابتسام سعدت بتقديم روايتي مرابع وسروال بمركز أحمد الدماخ بدعوة كريمة من السيدة رئيسة المركز الشاعرة المبدعة المعروفة إكرام عبدي، ورواية كانت مناسبة لإثارة كثير من الموضوعات المرتبطة بموضوعها بما هي عليه كبناء واعي بلدي وواقعي، فإذا توفرت له اللغة قادرة على بناء عالم وإمتاع القارئ كان له في ذلك الشيء، أي كان له في بناء تلك السلسلة يعني دورا. شكرا.